الكبرى في الجرائم النوعية المتسمة لخطورة توقيف عناصر الشبكات الإجرامية العنيفة والتفاوض بتحرير الرهائن. هذه الفرقة تلقت تدريبات خاصة في مجالات أمنية تقومان بدور مقائي بتواجدهما المستمر في الشارع العام وبظهور المجلسان بإشاعة ودعم إحساس المواطن بالأمن والأمان فيما تسهر وموارد بشرية لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتكريس مفهوم شرطة القرى. تشاهدون الآن أيها السيدات والسادة تشكيلة من مجموعة متنقلة لحفظ النظام، وهي فرق أمنية تتكون من عناصر وأطر أمنية بمهارات وكفاءات عالية، وتحمل هذا المسمى الجديد الذي يمسق بين المستويات الجديدة للأمن ويتلائم المفهوم الجديد بفلسفة عمل الشرطة المغربية باعتبارها مؤسسة أمنية بأبعاد الخدمات والمؤسسات لتوظيف حق دستوري أصيل وهو حقه الأمن. الهدف من إنشائها تصميم الأمن والنظام العربي وتأمين السلام. فتشاهدون تشكيلة من فرقة مكافحة العصابات الخاصة بولاية أمن بني ملال، وهي بنية شرطية جديدة تابعة لمصلحة ولاية الشرطة القضائية استفادت منها مؤخرا هذه الولاية الأمنية. هي فرقة متخصصة في مكافحة الشبكات الإجرامية والتحقيقات الجنائية للجرائم الموسومة بالتعقيب بولاية أمن بني ملال. تمر أمامكم في الحين السيارات والإعداد الخاصة بالفرقة الجهوية للتدخل، وهي وسائل مهمة تساعد على التدخل السريع والآني والفعال لمواجهة التهديدات الآنية والخطيرة. تتميز هذه الوحدات بالسرعة وبملائمتها للطبيعة والحساسية، وتكون على خاصة بفرق السير والجولان، وهي دراجات نارية للحجم الكبير تتميز بالسرعة والقوة وسعة اختراقاتها، وتكون مهمتها في تقديم الدعم لعناصر المرور والتي يتم توظيفها في مختلف محاور الشبكة الطرفية بالمدينة. تليها سيارات الهيئة الحضرية، سيارة النجدة، هذه السيارة تجوني عين مبنهج ومعقلة تتدخل بشكل قوي في سياسة القرب من المواطنين، كما أنها تجمع بين الدور الوقائي الاستباقي والدور الردعي الزجري. هذا وتضم ولاية أمن بني ملال حاليا 26 دائرة الشرطة، خمسة منها بمدينة بني ملال، في أفق إحداث وخلق دوائر أخرى. ودوائر الشرطة تسهر بالإضافة لاختصاصاتها الوقائية والقضائية الزجرية تقنية خاصة بالهيئة الحضرية، وهي سيارة مجهزة بكاميرات رقمية عالية الدقة يتم استعمالها للتوثيق بالصوت والصورة للتدخلات الأمنية في الشارع ومختلف التظاهرات سواء الرياضية أو الفنية والعصرة بالمرفق العام للشرطي المغربي. تتوفر هذه المصلحة على كفاءات أمنية ذات تكوين علمي خاص وتخصصي. الحديث تختص عناصرها في البحث عن آثار الأدلة المادية. تليها سيارة فرقة مكافحة العصابات، وهي تستجيب لطبيعة عمل هذه المجموعة وتتلائم المهام المنوطة بها. سيارتين تابعتين لوحدات متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطني الإلكترونية، إضافة خدمات لولاية أمن بني ملال، وهي عبارة عن مركبات من الشرطة مزودة بمنصات لتسجيل الحياه التعريفية للمواطنين، تلعب دور الخدمات الاجتماعية والبيئية، حيث تليها سيارة إسعاف تابعة للمصلحة الولائية للصحة، وهي مصلحة تعنى بالجانب الصحي المرتبط بالأمن بني ملال المتقع. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديرو جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.